أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي راح نطرحها من صور أنتم صورتوها نشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأرقام هواتفنا في أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم، ما قدرتوا تتصلون بنا لأي سبب إن كان، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب تقدرون تدزولنا رسالة، أتمنى تكون رسالة مكتوبة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي الحلقة وأول ملف ويانا هو ملف التعليم. وما أدراك ما ملف التعليم في العراق اللي أصبحت مشاكل لا تفارق برنامج صوتكم أبدا. ففي كل حلقة يكون هذا الملف متواجدا معنا، فيها عدد اليوم من أولياء أمور الطلبة والناشطين وقفوا بوقفة احتجاج أمام مبنى مديرية تربية الشطرة في محافظة ذي قار، احتجاجا على نقص الكتب واللوازم الدراسية في المدارس العراقية، إضافة إلى نقص الكوادر التربوية واستمرار تلكؤ بناء العديد من المدارس اللي هي حاليا قيد الإنشاء واستمرار الدوام المزدوج والثلاثي والرباعي في بعض الأحيان. خلونا نشوف هاي الوقفة. مطالبنا مطالب عامة ما بها أي تجاوز. من المعيب وزارة قدرش كبرها، وزارة سيادية سياسية ايش تعتبر اعتبرها، وراها جهات كتاب ما توفر للطالب. عم انتم اولياء الامور موجودين، اعطوكم كتب لاولادكم، اعطوكم التفاتر. من المعيب يا وزير التربية، عشرات المدارس ظالة مهيكلة تابعة لوزارة التربية، لا وزارة الصناعة ولا المحافظة تابعة إليك. تابعوا شوف فساد هاي المليارات وين راحت، مليارات الدولارات الهدرت بالمدارس الموجودة بهيكل وزارة التربية. هاي مدرسة أقرب واحدة سم يم حسيت هالعمر، وعشرات المدارس موجودة مهيكلة وفلوسها مبيوقة. أما مبيوقة عند الوزارة أما عند المقاول. أنا كمواطن هاي فلوسك، مو فلوسكم، هاي فلوس الشعب، هاي مال الشعب. لا حد يسكت، نشوف لك مدرسة فلشة قول باقوها باقى أطفالي وباقى مستقبل أطفالي. مدارس عندها بالجملة مستقرة وكوادرها زينة وطلع نسبة نجاح، تجي تنقرم للريف أربع سنوات وخمسة سنة وتنقله. مدرسة فتك عندها الجمارة بها 180 مدرس، 180 مدرس، ومدرسة هنا بالفتاحية بها 20 و10 مدرسين. هاي آبة تخبط، مين يتحمله؟ مين يتحمله؟ دول الجوار، النفط، الكهرباء، التربية. أنا كمواطن أسهل، هذا التخبط الصار مين يتحمله؟ هذه هي تساؤلات المواطن اليوم. التخبط منو يتحمله؟ شنو اللي صاير بالبلد؟ ليش احنا عندنا وزارات بس هاي الوزارات ما تأدي واجبها؟ ليش عندنا وزارة تربية ومديريات تربية بالمحافظات وكتب ماكو؟ ليش عندنا وزارة تربية ووزارة إعمار ووزارة تخطيط ومديريات بلديات، وأيضا المدارس لحد الآن متلكئة أو مهدمة إلى حد هاي اللحظة؟ المتظاهرون أمام مديرية تربية قضاء الشطرة في محافظة ذي قار سلموا الممثل عن مدير التربية ورقة احتجاج بها مطالب أولياء أمور الطلبة حتى يسرعون بسد النواقص اللازمة اللي موجودة بالمدارس العراقية، واللي بدوا أغلب أهالي الطلاب يشتروها على حسابهم الخاص من المحلات والمكتبات رغم غلاء الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية والتعب. خلونا نشوف. احنا حاليا باب التربية لا تجاوز ولا غلق ولا حرق ولا شارع، القوات الامنية ويانا. احنا ناس اجينا لكثرة المناشدات والمشاكل على التربية وعلى الادارة الموجودة، من مبان المدارس، من مدير التربية اللي عمله متلكي، من الطلاب اللي حد هاي اللحظة عندهم نقص بالدروس، من الكوادر اللي شمروها كلها بالعشائر، من المدارس تجيهم من الدارة يشتغلونها أثناء الدوام، من المدارس اللي الطلاب راح تكتلها البرد الجام مالتها مكسر، من المدارس اللي قيد الإنشاء. اجينا ممثل مدير التربية موجود، إلكم من هذا الخميس المطالب اللي طيناكم ولا الخميس الأحد هنا شادر. هاي أستاذ هاي لا سدينا ولا غلقنا ولا طلعنا موظف من جوه. مطالب الناس والآباء اللي تناشد والناس اللي تناشد.
هذا هو الحال اللي وصل له ولي أمر الطالب اليوم بالعراق. هذا المواطن ما دا يحكي هو حالة فردية، هاي حالات دا تتكرر. هواية صوروا مقاطع فيديوية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا تبين لكم حالة الغضب من قضية عدم وجود كتب مدرسية، أو حالة الغضب اللي موجودة بسبب الكتب المدرسية التلفانة. هذا اللي صار ويا هذا المواطن اللي انفجر غضباً بسبب الوضع المزري اللي وصله التعليم بالعراق، واللي خرج من كافة الاعترافات الدولية، واليونسكو اليوم ما تعترف به أصلاً. عدم توفير كتب، عدم توفير قرطاسية، عدم وجود مقاعد للطلبة، أيضاً عدم توفير مدارس جديدة، وحتى الموجود هي لا يرتقي بالحال والوقت والوضع والأموال اللي يمتلكها العراق. يستغرب أيضاً هذا المواطن من قرار إغلاق مدرسة الصادقون بمدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار، وتحويل طلابها إلى مدرسة ثانية بسبب قرار هدمها وإعادة بنائها، ويتساءل ليش اختاروا هذا الوقت مع بدء العام الدراسي الجديد، وهل راح يكون مصيرها كمصير مئات بل آلاف المدارس المتلكئة التي سبقتها منذ سنوات. خلونا نسمع. وزارة التربية الدايحة بالتدايح، والله لو عندك شرف وعندك غيرة يا وزير التربية استقال، والله العظيم إذا عندك احترام، بس أنت كل احترام ما عندك، ولكم مدارس كل 70 طالب قاعدين لهم صف، ولكم رحلات ماكو، ها؟ زين تاجر يشتري كتب ويجيب كتب، بس أنا من مدرسة هاي ثالث مدرسة طبعا أطلع، ها؟ يشتري كتب التاجر ويوفر كتب، وأنتم دولة ما توفرون كتب؟ الله يطيح حظكم وحظ ضباطكم. اي والله وين الدين؟ وين العشاير؟ وين الناس بتطلع؟ انت لو عندك غيره وشرف، انت مدير وزير التربيه ومدير تربيه ذيقار، ما تظل، والله والله ما تظل، هسه تستقال، بس كل غيره ما عندكم، كل شرف ما عندكم، وبس تركضون على الدعاوي، سجلون علينا دعاوي، لان بلد فايخ، احنا من ننتقدكم فايخين. ها هاي مدرسه، هسه هاي مدرسه بالسكك، اجيت اسئله شنو بويتم؟ قال والله راحلين احنا شايلين. شنو بدو شايلين؟ قال والله المدرسه يردون يفلشونها. زين انت لقيت تفليشه كلها بالعاشر بالدوام؟ لقيت تفليشه كلها هسه؟ هاي مدرسه الصادقون. هو السؤال اللي ينطرح، انت كملت بناء المدارس السابقه؟ اكو مدارس الكثير منها متلكئه، واكو مدارس انبنت وطلعت تنتل تصعق كهربائيا، هذا اللي طلعناه بالحلقه المضت، اللي هي مدارس الصفقه الصينيه او المدارس الصينيه يسموها الناس. اكو مدارس لحد الان بس قاعد فلشت، واكو طلاب بمدارس طينيه، واكو طلاب بمدارس كرفانيه، واكو طلاب بيعانون من دوام مزدوج وثلاثي ورباعي في بعض المناطق. كملت بناء ذني المدارس؟ خلصتهن؟ انتهيت من ملفهن؟ جدت رحل مدرسة إلى مدرسة ثانية وتفلشها؟ زين هاي شنو مصيرها؟ هاي المدرسة شنو مصيرها؟ هل راح تتفلش وتبقى متلكئة؟ والسؤال الأهم اللي طرحها، يقول تاجر يجيب الكتب ويبيعها للناس، بس وزارة توفر كتب ما تقدر. السؤال اللي ينطرح، هذا المنهاج اللي دي يبيعه التاجر من وين؟ يعني الوزارة هو هذا منهاجها الفعلي؟ إذن لازم الوزارة مصادقة على هذا المنهاج. لما انصادقت الوزارة على هذا المنهاج، معقولة مخازن الوزارة ما عندها كتب والتاجر عنده الكتب؟ هو من الوزير؟ التاجر لو الوزارة؟ هو من المسؤول عن هذا الملف؟ التاجر لو الوزارة؟ وشلون هذا المنهاج طلع من إيد الوزارة لإيد التاجر؟ وشلون قام الطالب يروح يشتري الكتب، أو ولي أمر الطالب يروح يشتري المنهاج من التاجر؟ لعد دور الوزارة شنو؟ بس تنشره بي دي اف؟ والطالب شلون يتعلم؟ ببلد مثل العراق قطع التيار الكهربائي بيه أكثر من وجوده، الطالب شلون يتعلم؟ في بلد مثل العراق نسبة الفقر بيه مقاربة إلى نصف عدد نسمات البلد. هذا الطالب اللي انت نشرت له بي دي اف يحتاج لايباد او يحتاج لتليفون حتى يقدر يفتح بيه، او جهاز كمبيوتر. هل وفرت في كل صف عدد كافي من اجهزة الحاسوب او اللابتوب او الايباد حتى الطالب يقدر يفتح المنهاج ويدرس ويا المعلم؟
هل وفرت لهم الكهرباء الكافي لتشغيل هذا الشيء؟ بعيد عن الكهرباء النت، انتوا تعرفون مشاكل الانترنت وضعفه بالعراق، فانت وفرت ذني كلهن دا تنشر بي دي اف ورا ما نشرت بي دي اف في ظل هاي المشاكل اللي تكلمت عنها، وراها الطالب وين ينطي وجهه؟ وين يروح؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يانا من منصة فيسبوك علي فائق راضي البغدادي يقول: مدرسة الرافدين المتوسطة في الغراف ما عندهم بس مدرس واحد إسلامية، وراح تجي امتحانات نص السنة لا أكتب ولا لا كتب ولا مدرسين، وين تروح وين تشتكي؟ ما أدري، حكومة تايهة. كرار الموسوي: الكتب تارس المكتبات والمدارس ما بيها، للعلم مكتوب عليها وزارة التربية، يعني الوزارة يطبعون ويبيعون. أحمد نعيم: يضغطون على الطلاب في سبيل يروحون على الأهلي، هذا الهدف والغاية منها. قاسم شعلان أبو شنة: اللهم ارفع هذه الغمة المتمثلة بالأحزاب الإسلامية عن العراق وشعبها. كانت هاي تعليقات الناس على قضية المدارس وسوء ملف التعليم في العراق. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالبداية أستاذ أفان الرحمة والخلود لشهداء غزة، نعم، الصابرين المرابطين اللي فتحت عليهم نار جهنم من قبل الصهيونية العالمية، نعم. فإحنا نقول للأهلنا بغزة إحنا قلوبنا وياكم ودعانا لكم، لكنه العين بصيرة والإيد بصيرة، فنسأل الله أن ينصركم ويهلك عدوكم. فما أعرف يا أستاذ أفل من تجينا راحة البال، نعم، من وضعنا بغزة، من وضعنا بالعراق، من تجيك راحة البال، من تحس بأنه أنت عايش حياة كريمة؟ يعني للأسف شديد أعداءنا ظاهر من الخارج ومن الداخل، الفساد بالعراق أستاذ أفل، نعم، ظاهرة مستفحلة وظاهرة متوغلة ويرادلها معالجة. فالمعالجة تبدأ أولا من الرغبة الحقيقية عند المواطن. احنا لن نعول كله على أماننا على السياسيين، السياسيين هم سباق، نعم، لكنه بالبداية لابد من توفر الرغبة الحقيقية عند المواطن. المواطن العراقي إذا نيته تكون صادقة وبأنه يحمي بلده ويكافح الفساد، أن تكون رغبة حقيقية. وأنا من خلال كلامي أطالب المنظمات المجتمع المدني العراقي أن تتفاعل ويا المنظمات الدولية. إحنا لازم تصير ثورة ضد الفساد، يعني من الداخل والخارج. أطلب من منظمات المجتمع المدني بالعراق أن تتفاعل ويا المنظمات الدولية لمكافحة الفساد والضغط على الحكومة بأن تدخل معاهدة مع الأمم، مع منظمة الأمم المتحدة، لأنه منظمة الأمم المتحدة هي المسؤولة عن مكافحة الفساد. فلابد من تضافر الجهود اللي داخل العراق ومن المواطن الأول قبل الحكومة. طيب عبد الرزاق، بس خليني على هاي النقطة، يعني أسألك سؤال. يعني أنت تقول أنا أعتب على الأمم المتحدة أن تفعل مواثيقها فيما يخص حقوق الإنسان، لأن هي الراعي إلى حقوق الإنسان والمدافع عنه. منذ القدم، منذ أن بدأت نكبة فلسطين، ومنذ أن بدأت الكثير من النكبات التي ألمت بالوطن العربي الحبيب، أوفت الأمم المتحدة بمواثيقها مع العرب والمسلمين في السابق ومع العراقيين منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، حتى اليوم توفي ويا العراقيين بحقوق الإنسان؟ هذا السؤال اللي لازم نلقى له جواب. شو أستاذ أفل، منظمة الأمم المتحدة هي مجموعة دول صاحبة القرار، نعم، فإلها تأثير مهما تكون الأمور. يعني خير دليل قبل قبل كم يوم اسمه هذا غوتريش رئيس منظمة الأمم المتحدة، الخطاب مالته زعزع الإسرائيليين
من قال هذا الفعل هذا يعني مدفوع الثمن يعني هذا مرتب. فشوف الإسرائيل زعزع ما معناته كلمة الأمم المتحدة إليها تأثيرها وهي المسؤولة عن مكافحة الفساد. يعني أنا أطلب من المنظمات في المجتمع المدني عندنا بالعراق أن تضغط على الحكومة أن تدخل معاهدة ويا الأمم المتحدة اعتبارها هي المسؤولة عن مكافحة الفساد حتى تدخل الحكومة العراقية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. لكنه يا أخي ماكو مصداقية لا من الحكومة ولا من الدولة العراقية بمكافحة الفساد. هم سراق يعني يعني هي مو فد مشكلة يا أستاذ أفل. الحكومة العراقية طلبت دعوة من الاتحاد الأوروبي بأنه يعاون على مكافحة الفساد. لا العالم يوقف فيها لكنه اللي موجودين بالعراق اللي هم مصدرين القرار هم ناس سراق هم يحاولون أن أن ينهبون ثروات هذا البلد. نعم شكرا, شكرا شكرا لك أخ عبد الرزاق. بس ملاحظة أحب يعني أذكر بها. أنت قلت أنه الأمم المتحدة هي مجموعة من الدول تديرها مجموعة أخرى من الدول التي لديها القرار أو هم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي اللي لهم حق النقض الفيتو اللي تسمى بالدول العظمى الخمسة. لكن المشكلة أنه الأمم المتحدة كانت في تجربة فاشلة ليست ببعيدة قبل عقدين من الزمن 20 سنة. 20 سنة احنا عشنا فيها في مأساة بسبب تقاعس الأمم المتحدة عن أداء واجبها قبل 20 سنة لما انشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حربها بدون موافقة مجلس الأمن والأمم المتحدة. هذه ما ذكر على لسانهم هم. فبس حبيت أذكر بهاي النقطة. نطلع من المدارس المتلكية تدهور التعليم بالعراق نروح إلى طبعا هذا الشيء كله بجهود حكومات الاحتلال المتعاقبة والأحزاب الموالية لإيران. نروح هسه إلى المشاريع المتلكية ومن ذي قار همينا اللي إلها حصة الأسد واللي دائما يسعون الناشطين محافظ ذي قار بشكل مستمر أن يوصلون معاناة محافظتهم ويكشفون الفساد اللي دا يصير بداخلها. مواطن يوثق لنا من قرب مجسر إبراهيم الخليل، هذا المجسر اللي طلع ويانا هواية بحلقة برنامج صوتكم لكثر ما حكوا عليه الناس. يستغرب مشروع ضخم، مشروع بهذا الحجم، مشروع استراتيجي ومهم إلى المحافظة ويشتغلون بأقل من 5 عمال أو ما يوازيهم. خلونا نشوف. محمد هادي فكرت تحل رجل الدجاجة؟ لا، مشروع مجسر نبي الله إبراهيم الخليل 4 يصورون و5 مهندسين و3 عمال. ادري ضحكني من اعلى على شريفكم، بيكم شريف بيكم من يحر رجلي الدجاجة. مشروع صار له سنتين ابو ابوكم الصمطه كافي شيل المهزله سنتين. ايش تسوون بين ايش ما تحطونهن وتشيلونهن؟ جابوا الكربان شالوا الكربان. الحج ما يرضى مننا على ابوكم يا ابو استثماراتكم. كافوا المهزلة ولكم 13 واحد. شوف راحوا 13 واحد 4 يصورون و5 مهندسين و3 يدقون بالخشبات. سنتين يسوون شيش، سنتين يحطون خشب، 4 يصبون، 5 يطلعون، وعلى هالجرة طحينش ناعم مثل ما يقول المثل. من الناصرية همينة مواطن ينشر فيديو بشكل ساخر لمجسر الإسكان اللي همينة طلع في برنامج صوتكم كثيرا ورما رجع العمل بمرة جديدة الثالثة أو رابعة ما حد يعرف، ويتساءل شو وقت راح يخلص هذا المجسر خصوصا أنه المحافظة جوي عليها مسؤولين هواية وجوي محافظين وزارة وشافة ووقفة وبعد الجسر غير منجز. خلونا نشوف. إرادة لها الهولي والعمل مجسر الأسكان رجع، واليوم أعمال التسليح بالمحور هذا الخدمي. يا الناصرية إرادة لها الهولي وعزيمة هنا ونسوي لنا حفلة دق ورقوص. يعني ما معقولة مجسر الأسكان رجع يشتغلون بيه. يا الله عم يا الله هسه ما يصير هيك معاناة. يعني إحنا لا ما تعتقد هاي المعاناة
يعني صار له 15 سنة ما حد من الحكومات المتعاقبة اللي وضع حدود أو حل لهاي المعاناة المواطنين مال 14 سنة. ليش يا مسؤولين وحكومتنا المحلية كم مسؤول وكم وزير وكم والأمين العام والدنيا كلها ما عقولة ما حد فيكم صار قد احتاجته وهو بعد هاي المحافظة أكبر معاناة المحافظة قارهم مجسد أسكان يعني ما يصير شيء. بس اكو ملاحظه، يا ريت احد المهندسين اللي ما لهم علاقه بالبلديه ولا بالمشروع يروح يقيم لنا الحديد المستخدم في تسليح الجسر، لانه اكو فيديوهات الى كوارث سابقه جسور سقطت بسبب نوعيه الحديد المستخدم في تسليح الجسر غير صحيحه. فحتى لا توقع كارثه في ولا تصير كارثه في مدينه الناصريه، خلي العالم تروح تشوف. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من حيدر الإبراهيمي يقول: والله يا بشر، مجسر الإسكان أحد أكبر صفقات الفساد والتعري لهؤلاء المسوخ. هشام السومري: استمر بفضح الفساد والفاسدين والإهمال في الناصرية. أما جليل الزهير يقول: نتمنى أن تكون وقفة احتجاجية في موقع العمل. ومحمد حازم: كارثة، فلوس الناصرية كلها نهبت بمشاريع تلزيق. هاي كان تعليق الناس حول قضية تلكؤ المشاريع الخدمية تحديدا في محافظة ذي قار ومدنها. أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك أبو عمر، تشرين من الناصرية. حياك الله. أشترك وشترك القناة الشريفة الطيبة. حياك الله. العراقية طبعا هذا المجسر مال الأسكان. اسمعني استاذ افعل. اي وياك. هذا صار له قرن، هذا واحد يطي للثاني، هذا من هذا سموه هذا المحافظ محمد نافوره. نعم. هذا كارثه، واحد يطي للثاني. شلون مثل البزازين. هذا القص صار له هالسعانه، القص صار له هذا المجسر مال جلولا وغيره وغيره، اين هي؟ وين الخدمات سويتوها؟ شو انتم حراميه جاي تبوقون؟ وما تستحون وما تخجدون، لا عندكم ما عندكم ذره من الضمير، زين حتى الله ما تعرفونه، والله ما تعرفون الله، زين بس الله عندكم بالمرصاد، زين لو لا سمعت استاذ افعل؟ نعم. سووا هم سووا، شنو سوى هو؟ هو سوى اول ما جرح الكاظم هو شغل الكاظم هو يجي ذاك وروح هذا هي صار خيطي بيطي، يا يجي كله تكذب. دول ذولا ابيوله ما حد يحسب عليهم اصلا، دول اصلا مو مال احترام. هذا المحافظ جاي بي حتى حبوب، خلي تسمعني. هذا محمد نافور هذا الغزه، ويا الساند حميد الغزي ذاك العربنكي، هاي الكتله الفاسده. نعم. ويا جماعه والله، ويا جماعه ساده فاسدي والله العظيم، وراوك بعينك والله يا عمي. زين هذا هسه هذا حرامي وجاي يطيل اخوه المقاولات، عند اخوها حرامي مثله جاي يعطي مقاولات وتحتك وبايق الناصية بابوه هذا، والله على ابو هذا حميد الغزي سالتني من هناك ومحمد شيع السوداني، وين المضرب؟ ابن المضرب عشاكم، زين وانتم سفله وانتم ما تستحون حتى شرف ما عندكم، وانتم اصلا مو عراقيين، انتم تبع انتم توابع ولي بيع وطني عنده شرف، فانتم ما عندكم شرف عمي، عيب عليكم تقولوا احنا شراف، وعيب عليك يا شيع السوداني تطلع لي 300 المتقاعدين وانت تاخذ 100 مليون بالشهر، قالوا لا انت رئيس جمهوري، هذا الكردي ابن الكردي، ايش سويتوا للبلاد انتم؟ جايبين فلوس ابهاتكم النفط ولا جاي حاسكم وعن النفط هذا ما الشعب العراقي. نعم. العالم والله ماتت من الجوع استاذ فالعم، اسمعني. نعم. اسمعني عمي. نعم. ماتت من الجوع العظيم الجد، والله يا عمي والله ما بينا احنا هسال حاسك، والله مريض والله يا عمي مريض، طولت العمر يا ربي والشفاء العاجل. نعم. شكرا لك ابو عمر. ابو علي من مدينه الديوانيه من محافظه القادسيه، حياك الله. يا حالك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قبل بزمن الطاغيه صدام، البعث الزغير يبقى يكتب تقارير يكسر قاب لحد ما يصير يصعد بالتدرج لفوق لقيادة القطرية دار الزير. نعم.
هسه هاي الدولة من فاسد يتغيرون ويصعد بالتدرج حتى يصير فاسد حوت نفس العملة ونفس الوجه هذا. نعم. إلى دولة ما عندها فساد بالعالم حتى تتعلم من عندها تتعلم من العراق، من الدولة العراقية تتعلم شلون يقتلون مال الناس من مراقب بلدية إلى عضو. نعم. إلى نائب محافظ إلى نائب البرلمان. تعال بالله بروح أبيك هاي اللي مجال اللي تسوونها خمس سنوات بطون على المقاول إلى ما باقي المقاول يفلوس وشاد خمس سنوات وضيف إلى خمس سنوات بعد عشر سنوات إلى الشوارع محفرة كلها لا مريض يقدر يطلع لا عم يقفون على مجالنا الأولية. أنتم خراب العامر مو جاي تحملون البلد، أنتم الخراب العامر والله. نعم. بلادكم الشريف لا والله. نعم. لا والله هسه الفاسد عندهم يردون يحلون رتبة هاي الديوانية ذيك الأيام طلعت النزاهة وطلعت الفساد اليوم وقالوهم هسه علوهم رتب وبالكهرباء وبالمحافظة علوهم رتب يعني أنتم قاعد الدولة هي تدعم الفساد. نعم. ضد المواطن. نعم نعم بس المواطن هو اللي يدفع ليش يدفع الضريبة لأن هو اللي راح انتخب الزباين هاي. نعم. احنا ندفع الضريبة احنا المذنبين الله شاهد احنا المذنبين المذنبين حبلنا رفعناها الزبالة هاي وصارت تأكل الأخضر واليابس. تشكري حياك الله أخوي العزيز حياك الله شكرا جزيلا لك. أبو أسد من البصرة حياك الله يا أبو أسد. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومكم عين شلون الصحة؟ أهلا بك يا الغالي. أول شيء أعتب عليكم. ليش؟ والسبب مس إنه على صديق برنامجكم القديم أبو زكريا. حقك على الراس. صح لو لا؟ حقك على الراس. إي. اثنين جبتوها سبتوا على التربية. نعم. برنامجنا على التربية. أكو واحد يطلع معدل 94 ينقبل باب بغداد بس أهلي يعني مو أهلي حكومي. أكو واحد يطلع معدل 94 ينقبل طب باب بغداد زين شنو وصلت هذا أحد وزراء الصحة. نعم. أو منقول وزيرة وزيرة الصحة السابقة. تمام. دخلت طب بغداد جامعة بغداد. نعم. يعني معقولة؟ ودي يطلع 98 90 ويطلع 100 ما ينقبل طب بغداد. لو محافظات لو ينقبل طب أسنان. لو يعني اقل من يعني بمختصر الكلام انه الست عديله وزيره الصحه السابقه استغلت منصبها السابق وهي حاليا خارج الوزاره وقبلت واحد من معارفها اقربائها الشكاء من يكون في جامعه بغداد على كليه الطب وهو من البصره. نعم. رحم الله والديك هذا الكلام الاخر. نعم. وخلي يسمعون العالم. نعم. اي ما عندي غير شيء بعد. حياك الله حياك الله. اسالوا على ابو زكريا اسالوا على ابو زكريا باذنه تعالى باذنه تعالى. سلامنا الى العم ابو زكريا من محافظه التأميم اللي كان صديق متواجد دائما في برنامج صوتكم وقبله في برنامج برلمان التحرير. مشاهدينا الكرام من كوارث عراق ما بعد الاحتلال واللي تحكمه أحزاب لا تفقه إلا الفساد والخراب والسرقة والمحاصصة وشراء المناصب. موظفين من مدينة الديوانية بمحافظة القادسية تفاجأوا أنه منحت لهم قطع أراضي لكن لقوا أنه هاي القطع أراضي عليها سكة حديد قطار اللي من المفترض أنه سكة حديد السكك الحديد تابعة إلى الدولة والأرض اللي منشأة عليها السكك الحديد تابعة إلى الدولة. هذا اللي دلل على سوء إدارة البلد والتخطيط العمراني غياب المراقبة إعطاء المسؤولية إلى أشخاص ما لهم دخل بالموضوع غير كفؤين واستخدام
من ليس لهم دخل لا من قريب ولا من بعيد بإدارة شؤون المدن بالعراق. خلونا نشوف. ومحافظة توزع قطع على سكة قطار، وين أكو هالشي؟ يعني موظف تعبان وهاي يشيل له قطعة تطيع على سكة قطار، يعني وين التخطيط العمراني؟ يعني وين الدوائر الحكومية؟ يعني أكو يعني مشكلة هسه، يعني أكو وادم هسه قطيع هناك ورا الصبات بنيش، يعني هذا معسكر، هذا معسكر هسه صبات وهاي، هذا معسكر مطين وراء موزعين وراء قطع أراضي للمواطنين. يعني الموظف شنو ذنبه يطيع على سكة القطار؟ وين شلون يبني؟ شلون راح يبني؟ احنا المواطنين احنا ما نتحمل وزر الحكومة اللي أخطأ، لكن احنا نسأل مثلا الإدارات الحالية، يعني سكة الديوانية ما متعاونة، بلدية الديوانية ما متعاونة، محافظة الديوانية اللي حد الآن لم تتخذ إجراء. يعني وصل الأمر احنا كأهالي تجمعنا بما فيهم المتحدث، أنا التقيت مدير عام السكة. يعني اللي يستلم قطعة أرض بمعسكر أو اللي يستلم قطعة أرض عليها سكك حديد وريد يستلم القاع مالته يرفع دعوة على من؟ على مديرية السكك أو على وزارة النقل أو على وزارة الدفاع؟ زين إذا لاحظتوا بوحدة من اللقطات اللي طلعت مكتوب مكتب عمار على سكة الحديد، هذا المكتب يعطي إيجار لأبو القاع اللي استلمها؟ زين السؤال الثالث، إذا لاحظتوا بصف سكة الحديد أكو منازل دا تنبني وبيوت، يعني هم دا يطون قياعين بصف السكة مثل ما نقولها إحنا بلهجتنا الدارجة، وبلدان العالم يبتعدون عن سكة القطار بالمنازل لأنه يخافون من الاهتزازات ويضوجون من الإزعاجات وصوت القطار العالي وكثير من الأمور اللي يعتبروها غير مريحة للسكن. أنت شلون تطي قطعة قاع بصف سكة مال حديد؟ وشلون تطيقاع عليها سكة مال حديد؟ وشلون تطيقاع عليها معسكر؟ ومنو نطاها ومنو فرزها؟ زين من فرزتوها ماكو لجنة فرزت وراعت قالت يابا تعالوا ترى هاي القاع عليها سكة حديد، ديك عليها معسكر، ديك عليها دائرة حكومية. هذا الحال في محافظة الديوانية. أما بالنجف عندنا وقفة احتجاجية لكوادر والمدرسين لتربية النجف اللي طالبوا بها أن يمنحون أراضي سكنية، وأحد المدرسين قال أنا راح أطلع تقاعد، هو يقول أنا راح أطلع تقاعد وأنا بعدني ما أملك شبر واحد بهذا البلد، ما سلمت قطعة أرض سكنية. خلونا نسمع. إنصاف شرائح المجتمع من أهم المواضيع اللي دائما أتكلم عنها. أكثر من 900 شخص من تربويين نجف، مدرسين، معلمين، عمال وموظفين، خدمة البعض من عندهم 34 سنة وأقلهم 9 سنوات. دول 900 شخص أكثر أو أقل ما استلموا قطعة أرض. إحدى الأخوات تقول لي بعد شهرين راح أطلع تقاعد، أنا شو وقت أستفاد من هذا البلد اللي قدمت لعمري 34 سنة أني أدرس؟ شو وقت أستفاد؟ أنا شبر واحد ما محصلة. على أي أساس يتم مصادرة حقها؟ والله من أجل مطالبة حقوقنا التي اغتصبتها ونكلت بها نقابة المعلمين والمعلمات في محافظة النجف الأشرف بشأن توزيع قطع الأراضي والشروط التي أخلت بها نقابة المعلمين مما تجاوز على حقوق الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة النجف الأشرف. 34 سنة تشتغل مدرسة، والمدرس المفروض محترم في كافة بلدان العالم، يعني خرجت 34 وجبة من تحت إيدها، ثلاث أجيال وشوية ونص تاليتها ما عندها مكان تسكن به. ناس لما شافت هاي المقاطع علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من فيسبوك أم نرجس تقول نتمنى أن نحصل على حقوقنا كتربويين، لنا خدمة جدا طويلة ونحن محرومون من أبسط حقوى وامتلاك قطعة أرض بوطننا الذي نخدم به كل هذه السنين. السيد حسين الميالي بارك الله بالخيرين الذين يدافعون عن مظلومية هذه الطبقة المنسية، وخاص الأستاذ فاضل وأستاذ وقاص. أحمد حسين بارك الله بالجهود المبذولة وإن شاء الله الحصول على المطالب وإحقاق الحق. ونور الزهراء يا ريت يسمع رئيس الوزراء بالمظلومية التي وقعت علينا 29 سنة وما حصلت قطعة أرض، يعني السنين اللي اشتغلوها في هذا الملف.
طويلة جدا، 34 29 30 35 سنة وما محصلين قطعة قاع. بالمقابل اكو بعض الناس بدون ذكر اسماء 4 سنوات بالبرلمان، قصور وسيارات فارهة وفلل في دول الخارج، وأبناء يدرسون في أفضل جامعات الخارج، وراكبين أرقى السيارات وسفرات وطلعات وطبات، والمواطن العراقي يشتغل ويكد ويتعب وما يحصل مكافأة اللي هي من حقه. ذكر الأخ عبد الرزاق في أول اتصال اليوم بالحلقة غزة، وملفنا الحالي هو غزة. يحاول المؤثرون بوسائل التواصل الاجتماعي أن ينقلون اللي دا يصير في غزة إلى العالم حتى يوقف العالم على مجازر العدوان الصهيوني. لكن المؤثر هنا أن يقتل من كان في الأمس ينقل معاناة غيره. راح تشوفون بهذا المقطع المصور اللي يظهر به أبناء مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة الصحفي وائل الدحدوح، واللي استشهدوا اليوم نتيجة قصف صهيوني على منزلهم. كان بهذا المقطع ينقلون إلى العالم قبل أيام صور ومشاهد الدمار وصور القتل والجرائم التي تحصل في غزة في محاولة لإيصال الصورة إلى الغير. For the fifth day, Gaza Strip is living in a continuous violent streak, a complete siege and cutting off electricity, internet and water, and targeting safe houses. This is the fierce and the most violent war we have lived in Gaza. Where are the human rights? Where are the international laws? Where are the countries of the world to see what's happening for us? Help us to stay alive. هؤلاء هم أبناء الصحفي وائل الدحدوح اللي قضوا اليوم نتيجة قصف صهيوني على منزلهم، هم ووالدتهم. نسأل لهم المغفرة وأن يلهم الزميل وائل الدحدوح الصبر والسلوان على فقدان أحبته. من أبرز الظواهر الإعلامية العالمية اللي أفرزتها معركة طوفان الأقصى هو عشرات المؤثرين العالميين اللي ينحازون للحقيقة والإنسان، تمكنوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدمير أسطورة الإعلام الغربي والتأثير بالرأي العام بشكل أدى إلى خروج تظاهرات مؤيدة لفلسطين وغزة ومنددة بالكيان الصهيوني الغاصب وجرائمه في معظم أنحاء العالم. خلونا نسمع. Quarter of a nuclear bomb. This is equivalent to the bombs dropped on Gaza in less than 10 days. But wait, how are you watching this? This video should have been hidden from you. Since you are here, now wait till the end to know what they are hiding from you. Gaza is so small that you can cross it from east to west in only 10 minutes. In her page? More than 2 million people live in Gaza. Trapped with nowhere to go. They cannot even swim for it. Because of Israeli forces in the sea. Till today, Israel has killed 4,300 civilians. With a child being murdered at a rate of 1 kid every 15 minutes. Israel has cut off water, electricity, medicine, and fuel from homes and hospitals. Yes, Israel does have the power to do that. And that's not even the only war crime. Are you ready? Go. Starvation and collective punishment. Check. Forced displacement. Check. Ethnic cleansing. Check. Targeting journalists and doctors. Check. But you Palestinians, you killed 40 babies. Retracted. But you raped women. Retracted. But you started it. No, Israel started this 75 years ago. Know your history. Stop the genocide now. هذا من يقف مع الحقيقة يخرج لكم هذه الفيديوهات التي أثرت في الكثير الكثير من بلدان العالم ومن فيها. من منصة أكس السلام يقول: الإنسانية لا يحدها شيء، فهي فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى في البشر بغض النظر عن دينهم أو انتمائهم. إسلام
غزي مغترب. هذا الزمن فيه جهاد الكلمة لا يقل أهمية عن جهاد السلاح، ومن ساهم بنية جهاد نرجو له أجره عند الله. ولكن القضية تحولت لقضية رأي عام دولي ولقضية إنسانية حقيقية تتخطى حدودها الدينية عندنا كمسلمين، وأصبح يناصرها أصحاب الضمائر الحية من جميع الملل وفي جميع أرجاء العالم. وصلاح معتوق يقول: الحقيقة لا تهزم ولا تموت، حتى ولو اجتمع الجن والإنس على أن يمحوها ما استطاعوا. وكنان الروح يقول: نعم هم مؤثرين، والفيديو جميل ومؤثر، وقد أعدت النشر، ولكن الحق يقال المظاهرات في دول العالم تحركت من قبل نزول هذا الفيديو من خلال الإعلاميون الأحرار أصحاب المصداقية والمؤثرون الذين ينقلون الواقع بعيد عن التعتيم، وأولئك الأحرار الذين يؤمنون بهذه القضية، فلقد قلبوا الرأي الغربي العام. فكانت هذه تعليقات الناس على هذه القضية وجرائم الكيان الصهيوني وآلة القتل اللي موجودة بإيده لأهالينا في غزة. عدنان من ألمانيا حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نحن طبعا متأثرون جدا بهذه الأحداث منذ السابع من هذا الشهر. نعم. وما يزيد تأثرنا وحزننا أن الإعلام الغربي وخصوصا عندنا هنا في ألمانيا، نعم، يقول 99% منحاز إلى المعتدي الصهيوني. نعم. وهذا يؤلمنا أكثر ويزيد حزننا أكثر من ذلك. ولكن لاحظنا في الآونة الأخيرة بعد أن قدم أهل غزة وفلسطين الشهداء، فبقيت هذه الأرواح الطاهرة وهذا هؤلاء الضحايا لم يذهبوا عبثا، بل أثروا على بعض الإعلاميين. وبدأ بعضهم من الذين يستطيعون أن يتحرروا من القيود التي عليهم في نشر الحقائق. وأريد أن أعطيكم مثالا بسيطا، حادثة أو التقرير الذي انتشر عن الرهينتين اللذين أطلق سراحهما. الإعلام هنا يبين فقط كيف أنهما أسرا، ولكن يقطع ولا يبين لهما حسن المقالة عن حسن المعاملة وإطعامهم، ولم يريه ولم يروا واحدة منهما عندما صافحت أحد المجاهدين وشكرت. تصور يا أخي العزيز كيف الأمر هنا في هذه البلاد، وهذا يؤثر علينا نحن الذين تهمهم القضايا القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى، والذين يهتمون جدا بالحقيقة. وفعلا لا أستطيع يعني أن أعبر كلما أتذكر هذه الأمور، وخصوصا ما حدث لزميلكم الدحدوح من فقدان عائلته، نسأل الله تعالى أن يتقبل منك الشهداء وأن يصبر الأخ وأن يزيده قوة في بيان الحق وإرسال التقارير. شكرا لك أخ عدنان. أعلنت مصادر طبية من قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى تقريبا 6500 قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتقريبا 20,000 جريح. مصادر قالت أن الاحتلال ارتكب حتى اللحظة 50 مجزرة بحق عائلات فلسطينية خلال 24 ساعة فقط، راح ضحيتها المئات من القتلى، ومنهم عائلة مراسل قناة الجزيرة ومدير مكتبه في قطاع غزة وائل الدحدوح، بوقت أكدت به المصادر خروج 12 مستشفى، 32 مركز صحي عن الخدمة في قطاع غزة بحرب إبادة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني منذ بدء العدوان على غزة. تتعالى الأصوات بالعالم في لمحاسبة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو كمجرم حرب وراء المجازر الأخيرة اللي اقترفها جيش الاحتلال، خصوصا مجزرة مستشفى المعمداني، وتفاعلوا على وسم هاشتاغ نتنياهو مجرم حرب. فجبنا لكم بعض التغريدات من منصة أكس. بشير يقول: مجازر الحرب والإبادة الجماعية لم تنتهي، لا تزال طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف غزة دون توقف إلى الآن. ريم: سفاح ومجرم حرب، قاتل الأطفال والمدنيين الأبرياء، الله ينتقم منه. ورباح ياسين يقول:
العالم يتألم لأجلك يا فلسطين، العالم كله هو بمختلف أجناسه وعقيدته ودينه يبكي ويتحسر، وكله انكسار وخيبة أمل جراء المجازر البشعة الإجرامية في حق شعب أعزل الأطفال في عمر الزهور، وشباب وبنات ونساء وشيوخ كان كل همهم الحرية والعيش الكريم. ومحمد بن سعيد الهناء يقول: ليس فقط وحده نتنياهو مجرم حرب، وليس العدو الصهاينة المجرمين، وإنما هناك من يقف وراء هذا العدو، أمريكا وبريطانيا وفرنسا. ليس بيدنا شيء، ولكن يستطيع العربي الحر والشعوب العربية الأصيلة مقاطعة منتجات هذه الدول. كانت هذه التغريدة وغيرها الكثير الكثير ممن لم نعرض على هاشتاغ نتنياهو مجرم حرب على منصة أكس تصدر ترند العراق. رسالة واحدة وصلتني: السلام عليكم، الرحمة والمغفرة والخلود لشهداء غزة، الخزي والعار لخونة والعملاء ومحور المقاومة الجبناء. السجناء في العراق دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، لا بد من تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم الذي يهم أرواح آلاف من السجناء الأبرياء. وشكرا لكم، إن شاء الله أخي العزيز تدلل. في الختام مشاهدينا الكرام، لا يسعنا القول إلا أن نتمنى النصر لأهلنا في غزة، وأن نتمنى لهم السلام والشفاء العاجل لكل من أصيب في هذا العدوان الغاشب، وأيضا نتمنى الرحمة والمغفرة لكل من استشهد، والصبر والسلوان لذويهم، ومنهم الزميل وائل الدحدوح. في أمان الله.